دكتور هدير، احنا شايفين دلوقتي مع انشغال الام والاب ساعات بتبقى المربيه مع الطفل طول الوقت. لو حصل ان المربيه تعرضت ده للطفل ولد او لبنت، يعني سيان احنا بنقول الموضوع سيان، ساعتها الولد بيبقى متعلق جدا، ساعات بيبقى مربيه زيه زي الام على فكره. يعني بنشوف طبعاً كتير ان حتى الامهات لما بتيجي مثلا في الشارع والمربيه معاهم بيروحوا للمربيه وما بيروحوش للام. فعلا. فلو ده فعلا بيحصل من مربيه لطفل والام ما عندهاش التوعيه دي، تبتدي تكتشف ده ازاي؟ وتبتدي كمان تعرف تتصرف مع ابنها وتعالجه ازاي؟ ما طبعا اكيد هتضرب المربيه، بس تبتدي بقى تعالج ابنها وتكتشف الموضوع ده ازاي اصلا. وفي صدقيني ما بتطردهاش ولا اي حاجه، ولا يا حبيبي انت بتهيالك ما حصلش اي حاجه، وهي بتبقى شايفه ومتاكده. وكتير كتير كتير اتعرضنا للمواقف دي. خلاص انا دلوقتي كأم بقى، وده طبعا مش ده المفروض يحصل. طبعا المفروض يحصل انا اخد حقي ابني. احنا عايزين بقى نقول يعني المفروض ايه اللي يحصل عشان حتى الام نقول المخاطر دي على الطفل فيما بعد ايه، مخاطر وتاثيره النفسي طبعاً. على انت هتاثر في نفسيته، مش في المراحل بس اللي هو متعايش فيها، لا ده لما هيكبر انت هتشوف ويبقى زوجه وتبقى زوجه وهتبقى ام، هتربي ازاي بالظبط. انت مش هتشوف النتيجه دي كطفل لسه في المرحله الوقتيه دي، لا ده لما يكبر. وبلاش نحط في دماغنا ان هو طفل ومش فاهم حاجه، لا هو بالظبط بيبقى فاهم او جدا هينسى يعني. او لا بس عقبال ما تربيه علشان خاطر للاسف هي اللي شايلاني دلوقتي، والكلام صح. ده بيحصل كتير. لا انا طبعا اولا ابني رقم واحد في الحياه وفي الدنيا طبعًا. كلها ما ينفعش انا اجي في صف حد ضد ابني مهما كان، سواء زوج زوجه مربيه عم خال قريب ايا كان، انا معاك انا في ظهرك انا سندك. باخد ايه اهم حاجه؟ ان انا اصدقه، ان انا ما كدبوش، وان ما فيش اي ام يعني اكيد هتبقى حاسه طبعا، يعني انا اكيد حاسه ابني في حاجه. طب خلاص انا دلوقتي ابني ما جاش حكى لي، يعني في تغيرات بتحصل للطفل يا دكتور، بيبقى مثلا في حاجات بيبتدي يعملها، يعني حاجات ويبتدي انها توضح الصوره ان هو صح. كنت لسه اقول لحضرتك لو هو ما بيتكلمش او لو انا لغه الحوار عن بيني وما بينه مش كويسه، ما مش عامله لغه حوار كويسه، او هو طفل مش هيقدر يحكي لي ويحكي لي ابعاد الموقف بالظبط، او هو مش فاهم ايه اللي بيحصل، ابدا اخد بالي. ابني مثلا مره واحده كره الشخصيه دي بعد ما كان بيجري عليها وبيحبها، فجاه بدا يبعد عنها. ابني بقى بيخاف من الاحتضان، بقى بيخاف من التلامس الجسدي، دي كلها اشارات ومؤشرات تخليني في حاجه مش تخليها ان هو ابني في علامه معينه في جسمه وانا بغير له مش مريحاني. ابني بعد ما كان بطل يبقى عنده تباور لا ارادي، رجع تاني يبقى عنده تباور لا ارادي. ابني بقى عنده التهابات في مناطق حتى المنطقة طبعا الحفاضة. لو هو ما بيلبسش الحفاضات يعني المنطقه دي ابني بقى عنده التهابات شديده، ابني بقى بيلمس المنطقه دي كتير قوي. ابني بقى بيعايز يستكشف الاطفال اللي في نفس سنه اللي قدامه بصوره غريبه، دي كلها مؤشرات تقول لي لا ان ده في ده الارم جامد جدا، في حاجه كده مش مظبوطه. ابدا ابحث وادور واركز، اعرض ابني على طبيب، ممكن اي طبيب اطفال ممكن يقدر يشخص ان الطفل لا اتعرض لتلامس او ان في حاجه مش مظبوطه، في علامات جسديه بتدل على ده. علامات جسديه، وكمان ده يعني ممكن نقول ان يعني ممكن لو طفل يعني عنده ذكاء ممكن هيبتدي يعبر، لكن لو طفل ما عندوش الذكاء دوت اللي هم ذو القدرات الخاصه او ذو الهمم دولت بيبقى برده للاسف بيبقوا استغلال لناس كتيره جدا، سهل وسهل كمان للقرايب وللغريب وللناس في الشارع للاسف. احنا بنشوف عرضة. الموضوع ده للاسف كتير صوره كبيره جدا. ما انا بقى كأم دلوقتي خلاص ابني مش عارف يتكلم، عنده خجل، عنده ظروف خاصه، ما عندوش لغه حوار، ما بيعرفش يتكلم، عنده اعاقه، انا ببدا ابص للعلامات دي، هي العلامات دي اللي هتوضح لي للاسف مفيش اي حاجه تانيه هقدر افهم بيها. ممكن ابص في نظره ابني، لو انا ابني مثلا كان بيتحرك ومليان نشاط وحيويه وفجاه الولد او البنت دي بقى عنده خمول مش عايز يتحرك، لو انا بصه لابني وحاسه ان في نظره حزن في عينه حتى لو من ذوي الهمم، انا بصه لابني لا مش ده، يعني في اطفال ممكن يبقى عنده اعاقه ومش بيتكلم بس عينه بتتكلم، ملامح وشه كلها فيها حوار فعلا صح فعلا صح. فانا هبص في عينه، عين ابني عينه بتروح وتيجي بطريقه مش طبيعيه، ابني لما الشخص ده تحديدا بيدخل عليه ابني بيخاف قوي او مش زي العاده، لان بس ناخد بالنا من حاجه ان الشخص المتحرش لما بيجي يعني يركز على طفل معين بيبدا معاه مقدمات، يقرب منه يجيب له حاجات هدايا. حلوه وانا أيوة. عمه ما هو مش بيبقى على طول يديله لعب يديله فلوس بياخدك عليه،
وبلاش انا بقى مامي طيبه كده واقول ده عمه ده والله كويس قوي يا حبيبي بيحبك. طب ما انا بقى ممكن يبقى عمه ده طيب فعلا وممكن يبقى عمه ده لا ما مش طيب ولا حاجه، ده هو في نيه وراه يعني. فانا لازم دايما ابقى مركزه بس في المحيط بتاع ولادي على قد ما اقدر، وما اديش ثقه لحد وامان زايد لحد. هو ابني طول ما ابني في حضني انا كده في امان. ابني طلع بره وده الطبيعي لان هو هيتعرض كتير، حضانه مدرسه نادي شارع نادي قرايب واصحابه هيروحوا ويجي، انا طبعا الامان الوحيد لي بعد طبعا ربنا سبحانه وتعالى ربنا يحفظهم، الامان الوحيد لي ان انا ابقى عامله له توعيه وفي ثقه بالنفس عند الطفل، عنده قوه في شخصيته يقدر يدافع يقدر يرد. في اطفال بياخدوا مواقف رائعه يحصل معاه زي ده يزق ويجري، ودي مواقف كتير انا شفتها في نادي ومكان تجمع، زق شخص معين اوعى وجري والام يعني كانه بطل. انت برافو عليك انت حميت نفسك. طب ده كويس، ده كويس جدا، يا ريت كل الامهات بيديله ثقه في نفسه اكتر. انا عملت حاجه كبيره، انت بطل. دايما الام تربي في ابنها ده، خصوصا لو ولد، الولد يحب قوي دايما يبقى في صوره البطل طبعا الشجاع. انت شجاع، انت قوي، انا واثقه فيك جدا، انت عندك ثقه في نفسك، لو حصل كده انت هتعمل ايه؟ ادربه دايما 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 واحكي قدامه كتير لان الاطفال بينسوا. بالظبط، ايوه بالظبط. يعني نكررها كل قد ايه يا دكتور؟ وكمان تاثير دوت على البنت وعن الولد. والبنت زي ما انت قلتي الولد انت هتقولي انت شجاع، البنت ايه اللي يحفزها ونقولها انت اميره انت مش عارفه ايه؟ لازم تحافظي على نفسك. بالظبط، وما نخوفهاش عشان هي هتضطر انها بعد كده يعني تخاف من كل الناس. بالظبط. فنبتدي بقى نبتدي نوعي ده ازاي ونبتدي نديهم النصيحه عشان تاثيره دوت السلبي نتيجته ايه في الاخر؟ طيب انا لما اجي احكي لابني او اوعيه لازم اخد بالي من ثلاث حاجات. ان انا ما اخوفوش، ان انا ما افقدوش ثقته في نفسه او ثقته في المجتمع اللي قدامه، ان انا ما اسرش اي حاجه جواه، لان في امهات تقول لي ده انا فتح عينه ده لسه صغير قوي. ايوه الكلمه دي برضو بسمعها. انا لازم اخد بالي من الثلاث نقط دول كويس جدا، بلاش وانا بحكي اخوف ابني اوعى حد يقرب. لا، لو حصل وحد قرب منك هتعمل ايه؟ انا لغه حوار، نبره صوتي وانا بحكي وانا بتكلم. ودلوقتي الموضوع فعلا بقى مهم لدرجه ان انا اروح ادي لابني كورس توعيه في اماكن كتيره جدا ومتخصصه جدا وباسعار رمزيه جدا. بالزبط. ده انا لو اتفقت مع الاخصائيه النفسيه في المدرسه هتعمل ده، هتساعد وهتعمل ده فعلا. بالظبط. فانا اوعي ابني بصور بفيديوهات بطريقتي انا بقى كأم، بلاش اوعى حد يقرب منك لحسن هيعمل ويسوي فيك انت مش لا بلاش اخوف ابني. والبنت هو مثلا ينفع حد بشعرك الجميل ده ينفع حد يجي يشده قوي بسرعه كده؟ لا ما ينفعش. هو ينفع مثلا انت امي يعني امهد لها يا دكتور؟ يعني امهد لها بحاجات غير يعني غير المنطقه دي، المنطقه دي، وبعد كده ابتدي امهد للمناطق واحده دي. واحده ابدا شعري عينيا وبقي، ينفع حد يدوس على عينيا مثلا؟ طب ينفع حد يشد شعري فيقطعه؟ طب ينفع حد مثلا يشد دراعي؟ لا 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 لا، لازم احافظ على نفسي، ما ينفعش حد يأذيني. انا بحكي لهم قصه، بحكي حدوته، بنتفرج على فيديو، كل مشهد بوقف ايه رايكم طب لو حصل كذا نعمل ايه؟ وهم يحكوا. ودي لازم ما تبقاش حكايه بس كده، لازم كمان يبقى في موقف حياتها. ابص على ابني لو رحنا في مكان اشوف تصرفه ورد فعله هيبقى ايه، هو هل فعلا هيروح يرمي نفسه او يقعد على حجر عمه ده ولا هياخد باله من تعليماتي؟ مهما كان الشخص، انا مش بقول للام افقدوا الثقه في كل الناس، بس انا بعمم الصوره.